موسم قوي جدا. كرة السلة يعني بقت بتحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة جدا من الأداء القوي والمنافسة اللي بنشوفها حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن تفاصيل أكتر وكواليس أكتر وأسباب نجاحات شفناها بعنينا على أرض الواقع هعرفها النهاردة، وأسرار كمان هعرفها النهاردة من ضيفي اللي منورني في ملاعب الأبطال دكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة. أنا برحب بحضرتك منورني. ربنا يخليك، أنا اللي بشكرك على المقدمة دي وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. مزيد دايما من الانجازات، ولكن قبل ما نتكلم في اي كواليس واي اسرار، والنجاح دايما بيكون ورا منه منظومه كبيره، لازم اعرف من حضرتك تفاصيل كتيره النهارده. خلينا نشوف تقرير مع بعض عن الموسم الطويل لكره السله السنه دي ونرجع نبتدي حلقه. ان شاء الله. إثارة وقوة ومتعة ومنافسة حتى اللحظات الأخيرة، ذلك هو حال بطولة كرة السلة في السنوات الأخيرة في ظل رغبة حقيقية من الأندية في السيطرة على الألقاب المحلية. بدأ موسم بطولة الرجال بفوز النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بعد صراع قوي مع نادي الاتحاد السكندري، وكان ذلك أمر متوقع بعد الصفقات القوية التي أبرمها مسؤولي القلعة الحمراء. وفي رد فعل سريع من زعيم الثغر توج رفاق سمعة بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، وهو نفس الأمر الذي تكرر في نهائي بطولة كأس مصر ليحصد الاتحاد السكندري ثاني بطولاته المحلية. وأبى الزمالك أن ينهي الموسم المحلي بدون بطولات، فتألق وتعملق وأبدع لاعبه في سلسلة من المباريات الممتعة أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر. ونجح المارد الأبيض تحت قيادة فنية مميزة للأسباني أوغستي بوش في التتويج بلقب دوري السوبر بعد الفوز على زعيم الثغر بنتيجة 3-2 في إجمالي مواجهات البيست أوف فايف. أما منافسات السيدات فسيطر عليها الأهلي بعد أن حصد بطولات دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر، بينما توج سبورتنج السكندري بلقب بطولة دوري السوبر بعد أداء ولا أروع أمام المارد الأحمر في الدور النهائي. أداء قوي وممتع ومنافسة مشتعلة ورغبة في احتلال المراكز الأولى، ويبقى الهدف الأسمى والأقوى هو تمكين منتخبنا الوطني من الجلوس مجددا على عرش البطولات القارية. فهل يتحقق الحلم؟ منافسة على الألقاب طول السيزون حدث ولا حرج، أندية كتير جدا بتتنافس طول الوقت على السيزون، ولكن أكيد رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دكتور مجدي أبو فريخة حابين النهاردة نعرف من حضرتك تقييمك للسيزون الطويل. بقول طويل لان كان في احداث كتيره قوي، تقييمك ليه ايه على المستوى الفني؟ عايز اقول لحضرتك، حضرتك قيمتيه قبل ما انا ارد. انا ما قلتش حاجه لسه خالص. الحقيقه يعني فضل الله تعالى يمكن موسم، مش عايز اقول اقوى موسم زي ما الناس بتقول كده، لا موسم قوي جدا، منافسه شرسه جدا، توقعات غير متوقعه، او يعني نتائج غير متوقعة لبعض الفرق كان بالإيجاب أو بالسلب. ده كله منافسات. احنا عندنا ثلاث بطولات والرابعة بتتلعب في أول موسم اللي هو كأس السوبر. الثلاث بطولات كل نادي خد بطولة، ده معناها إن في شراسة في المنافسة. طبعًا. شراسة المنافسة دي هي اللي بتعمل باسكت، هي اللي بتعمل اللعبة. طول ما في منافسة وفي قوة في المنافسة وفي احتكاك فرق وفي لعيبة تلعب عدد معين من الماتشات بمستويات متفاوتة لحد ما توصلي في الآخر لحد المستوى ده اللي هو بقى المستويات متقاربة جدا، ده بيدل إن احنا ماشيين بالخريطة صح جدا وإن المستوى فعلا عالي جدا جدا جدا. فده خلى الموسم شيق زي ما حضرتك شايفاه والناس كلها شايفاه، خلى فيه إثارة كبيرة جدا. الأهم إن الناس شافت، يعني يمكن احنا كان عندنا فترة طويلة جدا من أيام توقف الدوريات ومفيش جماهير ومفيش إذاعة، محدش كان بيشوف، ما كانش مستوى للدرجة دي، لكن كان عندنا منافسات برضه كويسة، لكن الناس ما شافتش. من أول نقل، النقل ده مش بيواجه الناس بس، هو فاكر يعني الناس، بعض الناس فاكر إن لما اتنقل شاف، النقل ده بيخلي اللعيب يلعب. أكيد. لعيب بيلعب في ملعب بدون جمهور وبدون نقل مش هينتج.
في نقل وفي جمهور، مفيش حافز ليه طول احنا قاعدين في النهائي. بنقول النهائي ده لو بجمهور كان قد كده مرتين، جمهور الملعب بيخلي اللعيب يطلع، اللعيب هو عارف ان هو متشاف دلوقتي في العالم كله، بيطلع مجهود كبير عنده، بيهتم جدا، الانديه نفسها بتهتم لان بقت متشافه وبيتقال نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا، كل دي منظومه كامله. الناس بتبقى واخداها نقل بس، لا ده نقل مع تحفيز اللاعبين والاجهزه والانديه ان هي تدي اكتر ما عندها. الجمهور كان بيسمع نتيجه، نادي كذا كسب، نادي كذا او وصل لدور كذا، تمام. لكن زي ما حضرتك بتقول يعني الايجابيات بتظهر جدا والاخطاء بتظهر جدا، فده بيخلي اللاعب زي ما حضرتك بتقول بيبقى كير قوي ان هو يبقى في احسن حالاته، لانه هيطلع متشاف وهيلاقي نفسه على السوشيال ميديا، ده هنا وده هنا وده هنا، اصبح فيه يعني حاله جميله. من ان انا اسمحي لي ان انا يعني عايز اقدم كل شكر وتقدير لقناه اون تايم سبورت على نقل كام الماتشات دي، على الروعه اللي احنا شفناها دي، على الاستوديو التحليل اللي اتعمل عشان يبين كل الاحداث اللي احنا بنتكلم عليها دي، عملت معانا نقله كبيره جدا. عشان انا بشكر حضرتك. لا والله دي حقيقه، والله ما هي مجامله، يعني فعلا يعني طفره كبيره جدا في الرياضه بسبب نقل القناه، مش في الباسكت. بنتفرج على فوليوم، بنتفرج على العاب مختلفه كتيره جدا ما كانتش موجوده قبل كده، دي كلها عامله نقله في الرياضه المصريه. بس اللي خلى الباسكت كده مستوى الباسكت المتقارب، عدد الانديه اللي بتنافس على البطولات، ودي اللعبه يمكن أنا يعني اكتر لعبه فيها عدد انديه بينافس على البطوله، مش نادي او اتنين او تلاته، لا ده انا عندي مش عايز اقول سته زي ما الناس بتقول، لا انا عندي تمانيه بينافسوا على اللقب، اي حد بيكسب فيهم اي حد. ده اللي مخلي الباسكت يعني الناس متابعه يعني هي لعبه مثيره اصلا، بالاضافه لما بيبقى المنافسه كده لا الناس بتتابع قوي. ده حقيقي. عايز اقول لحضرتك ان بعض الناس يعني ما لهمش في الباسكت خالص بداوا يكلموني يتصلوا في كذا، ايه ده كان عندكم، بدا في حاله باسكت في البلد. الحمد لله قوه يعني قوه المنافسه هي اللي اجبرت المشاهد كمان ان هو يتفرج، يعني ده اكيد يعني اون تايم سبورتس بتنقل، فاللي بيشجع اهلي اكيد هيتفرج، اللي بيشجع زمالك هيتفرج، ولكن المشاهد العادي اللي مش ممكن يكون مش ليه انتماء بقى بيتفرج. يعني من قوه الجيم شايفه رايح جاي في سسبنس كده، لا هو عايز يتابع، عايز يشوف النتيجه في الاخر هتوصل فين. بالظبط كده. يعني دي من الحاجات اللي انا يعني لان انا ساعات ببص بعين المشاهد، يعني انا وانا بتابع مثلا الجيم وانا قاعده في بيتي بشوف بعين المشاهد بلاقي نفسي لا انا عايز اكمل، انا ممكن اكون يعني مش بشجع نادي معين، لا عايز اكمل لغايه الاخر اشوف مين اللي فاز. واعتقد ان ده اكيد في الاخر بيصب في مصلحه منتخبنا الوطني، يعني نحمد ربنا على الاداء القوي اللي بيقدمه الانديه المصريه. اه طبعا، هو كل المنافسات معموله عشان اعداد وتجهيز للمنتخبات. في منافسه وفي بطوله وفي كذا، لكن الهدف الاساسي كله او الخريطه بتاعتنا ان احنا نطلع بايه المنتخب اللي هيمثل مصر بقى واسم مصر الكبير في اي محافل دوليه. طيب انا عايز اسال حضرتك بالنسبه للبطولات المحليه في البدايه، هل في مقترحات جديده ممكن تبقى في البطولات المحليه؟ برضو حضرتك بتفكر ممكن يبقى في تطوير في البطولات المحليه بشكل او يعني بشكل او مضمون، هل ممكن يزيد عدد المحترفين؟ هل في ايه في البلان يعني؟ المنافسه نفسها ده ثالث موسم ليها. موسم عن موسم زادت. احنا بندرس بعد نهاية كل موسم بيحصل لجنة فنية بتقعد تقيم الموسم من كل جوانبه. فلما نوصل للمستوى ده بعد ثلاث سنين، يمكن ناس في زمان وجمهور باسكت هيفتكر كنا يعني بنتهاجم ان احنا بنغير شكل المسابقة كذا مرة، يعني احنا بنغيرها عشان نوصل للأفضل، لكن طول ما هي في منافسة عالية ممكن نزود، ويمكن لما بدأت كنا بنلعب بيست اوف 3 بقينا بنلعب بيست اوف 5، بنفكر في السيفن في الفاينال، بنفكر في كذا، دي كلها حاجات طبعا بتدرس من خلال اللجان، لجنه المسابقات واللجنه الفنيه للاتحاد. بالنسبه لزياده محترفين في دراسه ليها طبعا، بس هو يمكن احنا فكرنا وخفنا على الانديه لان المصاريف بتاعت الانديه عاليه جدا جدا، ظروف الاقتصاديه في الانديه مش جاهزه ان هي تستقبل محترف تاني، فبرضه قلنا الموسم الجاي يبقى محترف واحد ما يبقاش اتنين، لكن في دراسه ويبقى افضل. يبقى افضل. لكن وحضرتك بتحطي
يعني قرار، بتحط قرار بناء على معطيات معينة. المعطيات أصعبها الجانب المادي هيأثر، يعني ممكن ناديين ثلاثة هم اللي يقدروا، غيره ما يقدرش، يجيبوا المحترف الثاني ويجيبوا اثنين عاليين. يبقى أنا هنا بقفل المنافسة على دول، هتأثر سلبي معايا على بقية الأندية. لكن لما كل الأندية تبقى جاهزة وتقدر تجيب، لا هيجيب اثنين ونبدأ نشوف إمكانية أو يعني تجربة ونقيمها بعد ما تخلص بقى. طيب نقطة تانية عايز أتكلم مع حضرتك فيها، ماذا عن لائحة الانتقالات واعتراضات الأندية؟ هي مش لائحة انتقالات، هي اسمها لائحة حماية الدوري المصري. حماية الدوري المصري. للأسف الشديد إن بعض الإخوة الإعلاميين هاجموا الاتحاد إن إحنا عملنا اللائحة لسه عاملينها عشان نوقع نادي الزمالك. أنا بقول الأول أهو، اللائحة معمولة من قبل بداية الدوري باجتماع 16 نادي بموافقة 15 نادي ما عدا نادي الاتحاد الوحيد اللي إيه؟ اللي رفضها. تمام. من قبل بداية الدوري. نادي الزمالك. نادي الزمالك وافق عليها. نادي الزمالك الموافق عليها، لأن هو طبعًا مش النادي كنادي، لأن كان ما كانش متوقع الزمالك إنه ياخد الأول. لما خد أول رجعوا إن إحنا عملنا كده عشان نضرب الزمالك. ليه نضرب الزمالك؟ إذا كان ده نادي من الأندية العظيمة اللي إحنا بتساهم في رفع كرة السلة. طبعا. ناس يعني آسف جدا إعلاميين مضللين للأسف. أنا آسف إن أنا بقول كده، لكن ده تضليل للرأي العام واحتقان للجمهور الرياضي وجمهور كرة السلة. بيعمل احتقان. للأسف الشديد يعني أنا أرجو الإعلامي، يعني حضرتك وضحت وجهة النظر إن هي يعني وافق عليها 15 نادي من اصل 16، من اصل 16، والاتحاد السكندري هو النادي الوحيد اللي كان اعطى. مظبوط كده. ده كله ده من قبل انطلاق الموسم، من قبل بدايه الدوري الممتاز. تمام. من قبل ما نبدا اي ماتش في الدوري من قبل الممتاز. ما يتحدد مين البطل ولا ومين حد عارف راح فين. عشان كده الناس كلها وافقت. لكن لما بدا بقى ده ليه لعيب وده اثنين وده ثلاثه، الهدف منها ايه؟ اتفضل. الهدف منها ان انا ما مش عايز اوصل زي بعض الالعاب الثانيه ان يبقى عندي منافسه بين سيز وصاد وخلاص وبقيه الانديه كومباكس. انا عايز افضل الدوري المصري بهذا الشكل، بهذه المنافسه، بقوه المنافسه احنا شايفينها، محدش عارف مين رايح فين. انا عايز اقول لحضرتك الزمالك كان كله الناس متوقعه ان السنه دي في اول موسم لو خد رابع يبقى كويس. الزمالك خد افريقيا ودوري، يعني اعلى حاجه. طب ايه الهدف؟ انا بقى انا عايز اوصل كل نادي، يعني النادي اللي خد دوري ده نادي عنده عدد لعيبه كويس، ليه حق انتقال واحد، التاني ليه اتنين، التالت والرابع اليوم ثلاثه وهكذا، يبقى انا احافظ على قوام واخلي الانديه اللي تحت تطلع كمان تنافس. طب في حاجه اضافيه، تبقى في مزاحمه على المراكز الاولى. بالظبط كده. في حاجه اضافيه انك انت من حقك انك انت تجيب واحد واربعه معاهم، بس اربعه بنالتي يدفع فيهم غرامات. الغرامات دي الناس كلها شايفاها انها عاليه ايا كان الرقم، لكن ده محطوط رقم بناء على موافقتهم. تمام. يعني احنا كل الانديه وافقت. ال 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 لما جم يدفعوا بقى وبداوا يفكروا وبداوا يتكلموا، فنيجي بدأ نقول لما جم يدفعوا بدات نقول الانديه تعترض. نقول الارقام برضو للناس بتتهم اتحاد السله ان هو عايز الفلوس دي. اتحاد السله هياخد 10% من اي رقم، والنادي هياخد 5% من الرقم. 15 نادي، النادي سين هيدفع 4 مليون جنيه. ال 4 مليون جنيه كل نادي في ال 15 نادي التانيين هياخد 5% منهم ب 75%. الاتحاد هياخد 10%، المناطق على مستوى مصر كلها تطويرها هياخد 10%، الحكام تطويرها هياخد 5%. ده توزيع متوزع على المنظومه كلها، متوزع يعني على المنظومه كلها، عشان انا عايز ارتقي بالحكام. عايز اجيب محاضرين اجانب وعايز اجيب حكام اجانب وعايز وعايز وعايز، يبقى من خلال البنالتي الواقعه دي. يعني الاتحاد برضو ان احنا تم اتهامنا ان الاتحاد هياخد الفلوس دي، ان هو تدفع الاتحاد هياخدها. لا، اللي يقرا اللائحه يقراها كامله متكامله عشان الناس تبقى فاهمه هي بتقول ايه ورايحه فين. تمام. يعني الانديه وافقت ووافقت على كل ده، لما بدا يتفعل على ارض الواقع اعترضت، بدا جيبهم وجع بدا بعض الناس بداوا يحسوا ان يعني كتير الحقيقه. الاعتراضات
من الأندية اعتراضات محترمة وأسلوب محترم وكده، ولكن احنا برضو يمكن النهاردة كنا قاعدين بنتكلم فيها، هل احنا فعلا ده زيادة ده أقل ده كذا، ولسه برضو هل الموضوع ممكن يبقى فيه دراسة انه ممكن يبقى السيزون ده سنة انتقالية؟ لا ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لو انا عملته دلوقتي يبقى انا عملته عشان سين او صاد برضو. لكن انا يعني اللي بيدرس دلوقتي في بعض حالات حصلة، بس برضو مش هعلن عنها دلوقتي لما يحصل اجتماع مجلس ادارة رسمي وناخد فيها اقتراح ونعرضه تاني على الاندية ونشوف رأي الاندية في بعض المقترحات، لكن ما ينفعش لائحة انا عاملها وموافق عليها الاندية الدوري كلها ان انا ارجع الغيها تاني خالص. الغيها تاني خالص، طب يعني هيبقى في حالات استثنائية؟ الغيها تاني خالص بشرط واحد، موافقة 16 نادي. ما ممكن 16 نادي يوافقوا؟ لا طبعا استحالة، لا طبعا استحالة. طيب انا عايز اسال حضرتك، قلت لي ممكن هيبقى في حالات استثنائية، ده اللي انا فهمته من وسط الكلام. في بعض الاوبشن بندرسه اللي ممكن يحصل لحاجة معينة، يعني هتقلل مثلا الغرامات، هتقلل فلوس حضرتك عايز انا اقول، مش هقول لا لا انا مش قصدي تقول، لان مجلس الادارة لسه ما خدش المقترحات دي، ما اقدرش اقولها. تمام. لكن احنا بندرس الجوابات اللي جايلنا من الاندية والمقترحات بتاعت الاندية وبنشوفها وهنعرضها على الاندية في حالة موافقة مجلس الادارة على بعض. كم نادي اعترض على الموضوع لحد دلوقتي؟ الاتحاد السكندري طبعا متمسك برايه، نادي الزمالك بعت بعد ما خد البطوله بقى وعرف ان هو ليه لاعب واحد وباب غرامات، بعت جواب برضه طلب مراجعه اللائحه. ومراجعه يعني هم لحد دلوقتي ناديين بس. ناديين بس. طيب ممكن في القريب العاجل يبقى في جلسه مع الانديه؟ اكيد. في حاله موافقه على ان 16 نادي يوافقوا. لا احنا ممكن نعملها مع التمانية اللي هم، لان التمانية من 9 ل 16 ده اليوم 6 مش هيزيد عن كده عموما فهموها، لكن ممكن مع التمانية اللي هو فيهم 1 و2 و3 و4 و5 دول ممكن نجتمع بيهم ونشوف الرؤى الصالح العام للباسكتبول. طيب انا عايز اسال حضرتك كمان في عنصر من ضمن المنظومه هو المدرب المصري. تقييم حضرتك ايه للمدربين المصريين؟ تقييم حضرتك المدرب المصري، المدربين المصريين مش محتاجين رأي لان هم اصلا في مصر او بره مصر ليهم تاريخ كبير جدا، يعني معظم الدول العربية يعني معتمدة على المدربين المصريين. مصر نفسها عندنا اجيال عشان ما ننساش اسماء، في الجيل الكبير وفي الجيل الوسط وفي اجيال طالعة كويسة جدا. احنا دورنا، انا يمكن لسه النهاردة كان عندي دورة مدربين منتهية باللغة الإنجليزية لأول مرة كاملة، مصريين باللغة الإنجليزية محاضرين ومدربين. عشان إيه اللغة الإنجليزية برضو دي اتحطت شرط في التصنيف المدربين؟ عشان المدرب اللي ما عندوش لغة مش هيطلع على الجديد بره. أكيد. فبنساعده إن هو يساعد نفسه إن هو يبقى عنده لغة يقوم يقدر يطلع على كل ما هو جديد بره. فدي لسه النهاردة كان نهاية الدورة واحنا ماشيين بنظام تصنيف والمدربين كلهم يعني بيهتموا لان في عدد ساعات لازم ياخدها واللي في حاجات معينه او مواد معينه في عدد جنب الباسكت كبير كير على ان هو يطور جدا جدا جدا. بس فلا المدرب المصري انا بحترمه جدا بدليل ان مدرب منتخب مدرب مصري. طيب انا عايز اسال حضرتك عن ملف الجمهور. احنا اجتهدنا وقدرنا ان احنا نوصل للجمهور المباريات وهو قاعد في البيت، ولكن الحضور الجماهيري ممكن بيبقى ليه طعم تاني، او مش ممكن، اكيد بيكون ليه طعم تاني. ده انا مش عايز اقول لك طعم تاني والتالت ورابع وخامس. الحياه بالنسبه للملعب والجمهور. انا يمكن قلت في الاول احنا قاعدين في النهائي بنقول لو المباراه دي بجمهور المستوى هيزيد أكثر من 50%. طب الأزمات اللي حصلت في السيزون اللي فات هل خلتكم عدتوا الحسابات من تاني؟ بص حضرتك الأزمات اللي حصلت، احنا موسم بنلعب برضه من غير جمهور، ولكن كنا سايبين أسرة كرة السلة تخش تتفرج، نخلي في حياة في الملعب شوية، وأولياء أمور داخلة، زوجات لاعبية داخلة، بتوع الباسكت القديم داخلين، اللي هم أسرة باسكت داخلة تتفرج. لما حصلت مشكلة وكده، المشكلة دي اتطورت جامد جدا وكان ممكن يحصل فيها أحداث سيئة للرياضة كلها، توقف الرياضة، كان ممكن نوصل لكده. أنت بتتكلم على أسرة،
يعني لا ما هو دخل بقى، ما اول ما دخل بقى اول ما احنا كنا سايبين وكل نادي بيدخل الناس القديمه بتاعته اللعيبه الصغيره بتتفرج بتكتسب خبرات كل ده احنا ماشي في السياق ماشي ما فيهوش مشكله. لما دخل جماهير بقى اللي هي ما تعرفش حاجه على الباسكت وتجاوزت وشتيمه وحصل مشكله كان لازم يحصل وقفه، يبقى لا خالص عشان اقدر اكمل الموسم. لان لو حصل مصيبه في ملعب هتبقى مصيبه جامده، مش احنا مش قدها لا قدر الله، لا قدر الله ربنا يبعدها عن ملاعب الرياضه كلها وعن مصر كلها باذن الله. لكن الجماهير اللي هي متعصبه ومش عارفه صعبه جدا. وحضرتك فسرت ده ازاي؟ فسرته بقله ثقافه ولا انا لغايه دلوقتي ملف الجمهور دايما بالنسبه لي بيبقى مبهم، يعني انا محروم من ان انا احضر مباراه وقدرت احضر مباراه واشجع فريقي، ازاي اعمل مشاكل؟ ازاي اتجاوز؟ ازاي اضر فريقي؟ ازاي يجي عليه غرامات؟ ازاي ممكن يتحرم من يعني انا بضره؟ هو بيبقى بيفكر ازاي وقتها؟ هو اصلا جاي مشحون، وهرجع اقول تاني انت المفروض جاي وحشة الإعلام، الإعلام ليه دور كبير جدا في كل اللي بيحدث ان كان خير او شر. حضرتك وحضرتك بتقدم برنامج لما بتقول الحقيقة بتريح الناس كلها، لما بسخن جمهور معين هنا المشكلة كلها. حضرتك اللي اتقال على اتحاد السلة في على موضوع لائحة بتاع ان احنا عملناها بعد ما الزمالك خد الدوري عشان نضر الزمالك وعايزين نبوظ الزمالك، انت متخيلة كام واحد شاف البرنامج ده من اعلامي كبير للأسف، كام واحد شافه وكم واحد تأثر بيه؟ طب نزل تكذيب وناس اتكلمت وانا بتكلم مع حضرتك وحضرتك بتوضح كم واحد شافه؟ هل دول اللي شافوه هم دول اللي شافوه؟ لا طب اللي شافه كده قال لك اتحاد السلة ده كذا وشتيمة بقى واخد بالك؟ دول اللي وصلوا الناس دي انها تعمل كده انك تشوف يعني تجاوزات وتشوف يعني وصلوا الحقيقة للناس الناس هترتاح أكيد. هتعرف ان اتحاد السلة مش ضد نادي، اتحاد السلة مع جميع الأندية ومصلحته الوحيدة اللعبة أكيد. اللعبة لما تعلى نادي الزمالك قلعة رياضية محدش يقدر ينكرها، ليه هوقع نادي الزمالك؟ ده يعني مش عايز يعني اقول لفظ لكن حاجة مش كويسة أكيد. حاجة مش كويسة. حضرتك وضحت الحقيقة والأندية المصرية ال 16 نادي عارفين حضرتك بتتكلم في إيه وعارفين إيه الجلسة اللي حصلت وإيه الأبروف والموافقات اللي هم بالزبط. عملوها بالزبط. من بداية السيزون. أستاذنا حضرتك خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا مع دكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين حوارنا النهارده مع دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. دكتور مجدي حابه اسال حضرتك عن كره السله النسائيه، كمان تقييم حضرتك للسيزون ده. زي الرجال كده كره السله النسائيه اتطورت تطور كبير جدا الحمد لله، مستوى اكتر من رائع، منافسه برضه شرسه جدا، وأصبح عندنا منتخب يليق بمصر كرة السلة النسائي، ده 5 على 5 و3 على 3 أولاد وبنات برضه، وقاعدة كبيرة جدا، وأصبح قاعدة كرة السلة البنات بالنسبة للمستويات كلها لحد قطاع الميني والميكرو باسكت حاجة كويسة قوي. وآخر حاجة حاصلين على بطولة أفريقيا 18 سنة بنات في شهر 11 اللي فات. طيب قلت لي زي الرجال ولكن المنافسه برضو مقتصره مش واسعه قوي، ده بترجعوا لايه؟ يعني شايف سببه ايه من الاسباب؟ ليه مش شايفين اكتر من نادي بينافس على البطولات؟ هقول لحضرتك فعلا هو طول بقالنا كتير جدا كان اهلي وسبورتنج، بس دخل سموحه ودخل هليوبلس، وهليوبلس خد كاس مصر السنه اللي فاتت وعامل فرقه كويسه جدا وخسر سيمي فاينال، يعني مش عايز اقول لحضرتك برضه ماتشات زي اللي حضرتك شايفاها كده، واعتقد ان اللي جاي برضه احسن.
الزمالك ما كانش عنده بنات، بقى عنده بنات، وفرقته الكبيره اتحسنت جدا جدا، وده نادي جماهيري برضه هيبقى كويس. اتحاد اسكندري اول مره يدخل كره السله النسائيه، وده هيعمل طفره كبيره في اسكندريه برضه، منافسه بينه وبين سبورتنج، وهيبدا يخش، لان اتحاد اسكندري برضه في الباسكت بول ما بيهزرش. لا يعني المنظومه هتختلف تماما. الفتره كبيره، بس ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 ايام، والبنى بياخد سنين، الهد بياخد لحظه. فلا، في بنى باسكت بول سيدات الحمد لله يعني وصلنا لمستوى كويس قوي يعني. طيب حضرتك اشدت بمنتخبات السيدات، ماذا عن منتخب الرجال؟ منتخب الرجال ان شاء الله بالمستوى اللي احنا شفناه في الدوري، باحتماليه مشاركه نادر عبد الرحمن نادر، واحتماليه تجنيس لاعب طبقا لمواصفات الفيبا، بالاضافه ان في هيبقى صانع العاب؟ احتمال، معايا الخبر النهارده. احتمال احتمال، بس لسه مش اكيد يعني. لكن بيتم التفاوض، بنشوف هل نلحق ان نجنسه او لا، لان في اجراءات يمكن هتبقى كبيره جدا. يمكن قعدت مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي بالنسبه لده، وكنت متاكد انه هيرفض، فوجئت انه لا. ليه لا؟ احنا امريكا بتجنس، واستراليا بتجنس، واوروبا بتجنس، احنا وده حق اتحاد دولي مديه لكل الدول، ليه لا يعني. فكنت يعني شكرته جدا الحقيقه يوميها بالفكر ده. بالمناسبه برضو يعني عشان ممكن اخش في حته فضل. نقلت مصر نقله نوعيه، الملاعب والصالات. انا انبهرت بصاله برج العرب، حاجه تفرح. جيت صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر انبهرت اكتر، وبيقولوا لسه ما رحتش العاصمه الاداريه، بيقولوا زياده كمان. الصالات دي نقله نوعيه للرياضه طبعا، الملعب اساس بالفاسيلتيز اللي فيها، ب ب ب ما فيهاش غلطه، اي مواصفات. انا يمكن لفيت معظم دول العالم وشفت الصالات، كل المواصفات اللي حضرتك ممكن تتخيلها في الصالات دي. فدي هنا وانا بقدم للدكتور اشرف الشكر، بقدم ثاني للحكومه المصريه ولوزاره الرياضه متمثله في الدكتور اشرف الشكر على المنشات اللي تليق باسم مصر. في خريطه الطريق. عايز اقول لحضرتك حاجه، اقسم بالله ما هي مجامله. ده جزء من كل، هي دي مصر الجديده اللي بيقول عليها. ان اي حاجه بتتعمل فعلا دلوقتي، مش بنبني صاله، احنا بنعمل منشاه رياضيه فيها كل المواصفات اللي يتمناها اي حد، وزياده شويه. واكيد حضرتك الفتره اللي فاتت تابعت يعني استضافه مصر لاكثر من بطوله، كاس عالم، يعني في كل الالعاب تقريبا، في اغلب الالعاب احنا استضفنا جمباز، استضفنا يد، استضفنا رمايه، استضفنا، مش عايزه انسى حاجه يعني، بس استضفنا بطولات كتير على اعلى مستوى الحمد لله. دي حقيقه. بص حضرتك، واللي جاي احسن، وفي عندنا بنتفاوض، ما ينفعش برضه اقول، في حاجات كبيره ان شاء الله تبقى في مصر قريب جدا، حاجه برضه من الحاجات الكبيره جدا ان شاء الله باذن الله. خاصه بكره السله عايزين نشوفها بقى قريب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب انا عايز اسال حضرتك عن يعني معاك صلاحيه التجنيس دي للمشاركه في البطوله الافريقيه، شايف لاعب واحد، شايف ان دي قد ايه هتفيد البطوله بالنسبه للمنتخبات المشاركه؟ هتفيد البطوله. بص حضرتك، هو كل الاتحاد الدولي اللي بيعمله بيدرس، زي ما احنا كاتحاد مصر بيدرس ازاي يعلي المستوى، وازاي يعمل شعبيه للقاده للدوله. لاعب مجنس بيزود المستوى، بيزوده جدا، بيزوده لمين؟ لكل الدول، واخد بال حضرتك؟ احنا لما نيجي نلعب نيجيريا، نيجيريا عندها 13 واحد في الام بي اي، مستوى تاني خالص طبعا. بنلعبها لو احنا معانا واحد مجنس يفيدنا، يفيدنا ان احنا يقف قدام اللعيبه دي ويدي ثقه للعيبتنا، بينقل زي المحترف اللي بيجي في فرقه مصريه، بينقل خبرات كبيره جدا ليهم، بثقافه الاحتراف وكده بينقلها لهم، لان هو بيبقى ملتزم جدا، لان عارف كل الليل ولا عليه. نفس الوقت المجنس اعتقد ان هو هيضيف اضافه كويسه للبطوله الافريقيه. طيب قوه كره السله والمنافسه اللي انا بدات بيها فقرتنا وكنت بتكلم عنها، توقعات حضرتك ايه لمشاركه المنتخب في البطوله الافريقيه؟ خريطه الباسكت غير اي لعبه. اتفضل. يعني مش عايز اذكر الالعاب، بس
باسكت بول في افريقيا في لا يقل عن 10 فرق ما تعرفيش مين يكسب مين. اللي يخش 8 جامد، اللي يخش الاربعه ده جامد قوي. احنا نتمنى ناخد البطوله، ده امنياتنا. خطوات بقى لو لا قدر الله ما حصلش بس نبقى في نلعب نهائي، ما حصلش يبقى في المربع، لكن ان شاء الله اللي انا شايفه بالمنتخب ده بالجهاز الفني اللي موجود ان شاء الله هنعدي مرحله كويسه. لكن ما شاء الله يعني اكتر من لاعب في اكتر من مركز بقى مميز جدا. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، يعني بيسموها ايه، القماشه. القماشه قدام منك كبيره، كبيره في الاختيار وكبيره في اللعب. بالظبط. فانت ممكن تبقى محتار مين ممكن يلعب على حساب مين من تقارب المستويات. بالظبط. ده في الفتره الاخيره، عشان كده بقول دعم المنتخب الوطني بشكل كبير ان شاء الله. انا متاكده ان هتبقى فيه يعني اداء قوي جدا في البطوله الافريقيه، وانا متاكد من اللي حضرتك بتقوليه، وان شاء الله باذن الله لا المنتخب يعني هيعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله بالنسبه لمصر. شعبيه كره السله في مصر تطورت الفتره الاخيره في الحقيقه، بتشتغلوا على ايه الفتره اللي جايه ان حضرتك تطور من شعبيتها اكتر؟ بنشتغل على رفع المستوى والمحافظه على المنافسه الكبيره دي والقماشه الكبيره دي والاجيال الصاعده. احنا قعدنا فتره كبيره جدا بنبني اجيال ناشئين وشباب، ده اللي هو وصلنا ليه دلوقتي. مستمرين في البناء من تحت، لان الباسكت بيحتاج فتره طويله جدا عشان لعيب يوصل للمستوى ده. عملنا شعبيه ان احنا فتحنا السن تحت لحد 7 سنين، نعمل له ميكرو باسكت وحاجات كده عشان الشعبيه تكبر. عملنا خريطه او يعني زي لائحه برضو كده من اللوائح بتاعتنا للاختراعات، ان لازم يبقى في اطوال معينه في كل فرقه تحت 14 سنه. فالاول طبعا كانت صعبه، دلوقتي الانديه بقت تجيب السبعه والثمانيه اللي هم متوقع لها ان هيبقى اطوال لما توصل 14 سنه تجيب الطول ده. وهيبقى اللعيبه دي عملنا لهم حوافز داخل الملعب ان هم يعني زي 3 بوينت باربعه، دانك بثلاثه، اللي رميه اضافيه، عشان اللعيبه دي المدرب ما يجيبش واحد طويل وقفه تحت الحلقه وخلاص. لو ما عندوش لازم يديله المهارات دي عشان يستفيد منه. أكيد. اكبر استفاده، ودي يعني لحد دلوقتي كويسه جدا وعملت طفرات في 18 وفي 20 سنه، ان بقى عدد سنين قليل، لكن اللي جاي كله هتفيد، هتنقل اللعبه نقله ثانيه خالص، وبقى اجسام اللي شفناها او بنشوفها دي لا هتبقى عندنا اجسام احسن ان شاء الله. يعني دلوقتي ما كانش عندنا انس، ما كانش عندنا عمر طارق، ما كانش عندنا الاطوال دي، لا اللي جاي هيبقى فيه اطوال اكتر من دي كمان، لان احنا اخترناهم من تحت واتمرنوا من تحت. طيب انا عايز اسال حضرتك على نقطه مهمه، حضرتك اتكلمت عن دعم الوزاره، يعني حضرتك ذكرت في وسط الكلام عن ملف التجنيس وقد ايه الدكتور اشرف صبحي سبورت، وانت اتفاجئت ان هو بيقول ليه لا، يعني دي ورقه رابحه ممكن نلعب بيها. اوكي. الاتحاد بيشتغل على ايه كمان؟ ان هو يعني هل مثلا دوري بتفكر في رعاه، بتفكر في راعي يبقى للدوري وراعي يعني ان انت تقدر تكسب، الاتحاد يقدر يكسب عشان يقدر يصرف على المنتخبات كويس على اللعبة. أكيد أي منتخب في الدنيا محتاج دعم ومحتاج فلوس، والاتحاد لوحده مش هيقدر يعمل ده. اللي حضرتك بتقوليه هو اللي حاصل فعلا كبداية كويسة. لما بدأ التلفزيون ينقل الماتشات وبدأ الباسكت يتشاف بالشكل ده، احنا ده تاني موسم لينا معانا رعاة، معانا 2 رعاة الحمد لله كويسين جدا وبيساهموا كبير جدا في تطوير او في دعم الاتحاد لتطوير اللعبه. طبعا 2 هم قليل جدا، المفروض يعني يبقى في عدد اكبر. بس جميل ان بقى في يعني كبدايه شيء كويس. شيء كويس جدا. الدعم ده ساعدنا كتير جدا، حتى لو يعني لو احنا شفنا النهائي والحفل تسليم الجوائز والمنظر الجميل ده والفلوس تنظيم. والتنظيم والفلوس اللي اللعيبه خدتها. اول خد احسن لاعب خد كذا، واحسن ثلاثيه واحسن هداف، ولاد وبنات، والمنظر ده ما هو ده فلوس كلها طبعا، دي كلها رعاه. اللي جاي ان شاء الله يبقى فيه رعاه اكتر، ونقدر نعوض الانديه، يبقى اللي خد الدوري يقدر اديله مبلغ قد كذا، والتاني قد كذا، والتالت قد كذا. لان انا مش هيئه استثماريه تهدف الربح، انا هيئه خدميه لنشر ودفاع بكره السله المصريه. فاي رعاه هتيجي بنفكر ازاي نساهم فيها في تطوير الباسكت، نساهمها للانديه، نساعد اللعيبه، نعمل حاله من حالات الباسكت اللي تخلي الناس كلها
تشوف والناس كلها تشارك باسكت. ولكن ستيبس كويسه يعني، اكيد حضرتك سعيد بالخطوات جداً دي. جدا. عمرها ما حصلت ميزانيه الاتحاد المصري لكره السله في التاريخ. عمرها ما حصلت في التاريخ. نمسك الخشب بقى. الحمد لله الحمد لله. كنا دايما بنبص للدوري مثلا كره القدم هي الاكثر جماهيريه يعني، ودايما نقول رعاه وفلوس ويوي. فانا سعيده ان باقي الالعاب الجماعيه تبتدي ان يبقى ليها راعي، يبقى ليها اهتمام، ويبقى ليها سبونسر، وتبقى فيها منافسه. ده شيء في الحقيقه يدي قوه في الاخر للرياضه المصريه في كل الرياضات، مش في لعبه. اكيد الرياضه فلوس. عشان نتكلم بامانه، معايا فلوس هعرف اصرف، معيش فلوس مش هعرف اصرف. لو انا معايا رعاه وبتصرف كده هقدر المنتخب يعني. انا عندي كام منتخب معسكر دلوقتي؟ اليوم الواحد بيتكلف كام؟ طبعا برضو الدوله لا تستطيع تحمل كل هذه الاعباء عشان اكون برضو امين جدا. اكيد، لانها كلها ميزانيات. انا ما خدتش من الدوله جنيه. دعمه برضو هيبقى محدود ايا كان في معسكرات المنتخبات دي كلها. انت متخيله مثلا 20-25 واحد مقيمين في فنادق وملاعب وانتقالات ولبس وبدل وكده، يوميا بيصرف كم؟ لو اقول لحضرتك رقم مبلغ وقدر، لو اقول لحضرتك رقم يعني يخض. انا كان الرقم ده بس ما يجيبش ميزانيه الاتحاد من سنتين ثلاثه. النهارده الحمد لله قادر اصرف، وقادر اطلعهم معسكرات خارجيه، وقادر اعمل لهم احتكاك، وقادر اشارك في جميع البطولات الدوليه والعربيه. الحمد لله. الحمد لله. طيب المنتخب اللي هيشارك في البطوله الافريقيه استعد يعني الفتره اللي فاتت؟ هل كان في معسكرات؟ هل الفتره اللي جايه هو هتبقى في اغسطس باذن الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. هيبقى في معسكرات خارجيه؟ هيبقى في احتكاكات؟ هيبقى في مباريات وديه؟ هو هيبداوا كمان يومين ثلاثه اعتقد كمعسكر داخلي. هيطلع منه عندنا حاجتين، عندنا بطوله في تونس، وعندنا بطوله في الاردن، بطوله الملك عبد الله في الاردن، وفي تونس عامله بطوله افريقيه، وفي احتمال بطوله قبل البطوله في رواندا نفسها يبقى فيهم بعض الماتشات الوديه. ولو احتاجوا اي بطولات او اي معسكرات تانية احنا جاهزين ليها، واحنا مع الكابتن احمد مرعي يعني اي حاجه بتتعرض احنا بننفذها على طول دلوقتي، عشان اعداد المنتخب ده لازم يبقى بشكل تاني خالص. طب هل في اي يعني التزامات للاتحاد بخلاف البطوله الافريقيه؟ عندنا في بطولات؟ عندنا بطولات 16 سنه اولاد وبنات، دي في مالي في اوائل شهر اغسطس. وعندنا بطولة كاس عالم بنات تحت 18 سنة في المجر، وبطولة 3x3 كذا بطولة شغالة، غير بطولة سيدات عندنا تصفيات ليها، وبعدين بطولة افريقيا ان شاء الله برضه في نفس التوقيت. دكتور مجدي، كل دي فرق معسكرة. ربنا معاك يا رب. انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، وكل التوفيق ليك ان شاء الله يا رب، وكل منتخباتنا للباسكت بول الفتره اللي جايه. انا اللي بشكر حضرتك، سعيد جدا باللقاء. شكرا. وسعيد بحضرتك وبالحوار، واتمنى ان اكون صوره الباسكت بول وضحت قدام الكل، واتمنى صوره الاتحاد المصري لكره السله يكون واضح للكل، لان ده مجلس اداره. الحقيقه انا كل الشكر والتقدير لجميع اعضاء مجلس اداره اللي هم اي هفوه موجوده في الاتحاد، اي زاويه موجوده في الاتحاد بتدرس دراسه فنيه واداريه على اعلى مستوى. كل الشكر لمجلس اداره مش لمجلس. كل التوفيق لحضرتك باذن الله. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كان ضيفي النهارده دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. كده خلصت حلقتنا، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده من ملعب الابطال.